مختلف وعالم وخبير. هذا المؤتمر يبحث في سبل التعاون بين أوروبا ودول شرق أفريقيا وشمال أفريقيا اللي تسمى بالمينا ريجن في مجال الطاقة المتجددة، وبالذات المحور الأساسي في هذا المؤتمر هو إنتاج الهيدروجين. أهمية الهيدروجين أفضل تكمن في أنه طاقة خضراء يمكن نقلها ويمكن شحنها من مكان من قارة إلى قارة، بينما الكهرباء على سبيل المثال إذا أنتجتها لا يجب أن تستخدمها في المكان الذي يعني أنت فيه، بينما الهيدروجين الأخضر يمكن إنتاجه وشحنه باعتبار وقود جديد. هذا المؤتمر لأنه المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي منطقة تتوافر فيها الطاقة المتجددة وبالذات الطاقة الشمسية بشكل كبير جدا، والاحتياج لهذا الهيدروجين الأخضر في أوروبا عالي جدا، ولكن لا تتوافر لديها مثل هذه الطاقة. فهذا المؤتمر يسعى إلى تأطير العلاقة وإنتاج شراكة ما بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الطاقة المتجددة وشحنها على شكل هيدروجين أخضر على سبيل المثال، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. يعني هذا كله طبعا الهيدروجين الأخضر والطاقة الخضراء هدفها وقف التدهور في المناخ، التدهور بالتغير المناخي في العالم، والذي يعني بدأنا نرى أشكاله على شكل عصير وعلى شكل عواصف برية. ومنطقة الشرق الأوسط في الواقع من أكثر الدول والأكثر في العالم تأثرا بالتغير المناخي والتأثر السلبي. يعني نحن الشرق الأوسط بحاجة لتطوير مثل هذه التكنولوجيات من ناحيتين، أولا للحفاظ على بيئتنا قدر الإمكان، وثانيا مجال للإنتاج ومجال للتصدير والنمو الاقتصادي. هذا اقتصاد كامل متكامل، ومن ميزاته فتح أبواب العمل، يعني بحاجة إلى أيدي عمل كبيرة جدا. كان استنى خلني استفسر اخير المستثمرين، هل ترى انه بعد فتحكم لهذه المجالات هل شفت انه صار في مستثمرين من اكثر من دوله ممكن تستثمر في الاردن من ناحيه الطاقه الشمسيه؟ نعم، الطاقه الشمسيه وبالذات المجالات مثل هذا الهيدروجين الاخضر يعني طاقه جاذبه للاستثمارات. وفي الواقع يعني لا اعتقد بانه يوجد في العالم نقص استثمار في هذا المجال، الرغبة في الاستثمار موجودة، الطلبات موجودة، لأن القرارات الدولية تجبر العالم على التوجه بهذا الطريق. فهناك قرارات سياسية على مستوى العالم كله والأمم المتحدة أنه يجب التوجه باتجاه الطاقة الخضراء، وبالتالي هذا تلقائيا سيولد أدوات الاستثمار في هذا الطريق.